في النصف الأخير من العام 2007 تواترت وكادت تتشابه البلاغات التي توصلت بها مفوضية الشرطة في أجدير من عدد من القنصليات والسفارات الأجنبية، منها السفارات الفرنسية والألمانية والإسبانية. كانت كل تلك البلاغات تتعلق باختفاء مواطنين من تلك البلدان في ظروف أقل ما يقال عنها إنها كانت محفوفة بكثير من الغموض. تتشابه الوقائع إلى حد كبير، فالمختفون أغلبهم أزواج من الشبان يختفي الزوج منهم بعد لقاء يشبه الصدفة مع شاب وشابة مغربيين في أحد الشواطئ القريبة من أجدير. تقول الشكايات التي توصلت بها مفوضية الشرطة في أجدير إن أولئك الشابات والشباب يختفون مباشرة بعد أن يدعوهما الشاب والشابة المغربيان لشرب كأس شاي بالنعناع في مقهى شعبي قريب. أحيانا بعد أيام وربما أسابيع يظهر أثر لواحد من أولئك الشباب الذين يختفون، بينما لم يظهر أثر لفتيات كثيرات ممن كن برفقتهم. الحالات التي ثبت اختفاؤها بنهاية العام 2007 بلغت 5 حالات، كلها تتعلق بفتيات شابات الخبر الأخير حولهن هو ذاك اللقاء الذي يشبه الصدفة على واحد من الشواطئ القريبة من أجدير. عدد من الشباب الذين ظهروا بعد اختفائهم عثر عليهم تائهين في الصويرة أو في تارودانت أو في تيزنيت، بل إن بعضهم عثر عليه يهيم في ساحات مراكش. الذين من بينهم كانوا الأحسن حالا لا يذكرون من الذي حدث سوى كأس الشاي بالنعناع، وكان آخر ما تناولوه وهم في كامل قواهم العقلية. في جملة الذين أبلغ عن اختفائهم شابان فرنسيان، إليزابيث دولابيل وهي شابة في 20، وصديقها نيكولا بغاسور الذي يكبرها بعامين. في 27 من أكتوبر من العام 2007، وكان يوما مشمسا، كان الشابان مستلقيان على الرمل الذهبي يستمتعان بالشمس. لم يكن الشاطئ مكتظا. في لحظة ما اتخذ شاب وشابة مكانا غير بعيد منهما. كان يتحدثان بعربية بها كثير من العبارات الفرنسية. بعد حين نهض إلى البحر. تقدم الشاب نحو الفرنسيين ورجاهما أن ينتبها إلى أشيائهما. ابتسم الشاب الفرنسي موافقا. رد الشاب المغربي بابتسامة شكر، ثم انطلق ورفيقته نحو الموج. كانت إليزابيث الشقراء الشابة قد استدارت في صمت، تابعت ما دار بين الشاب المغربي ورفيقها نيكولا. جلست على البساط وتابعت الشابين المغربيين بينما كانا يركضان نحو الموج. مر ربع ساعة، ربما أكثر من ذلك قليلا. عاد الشابان المغربيان إلى مكانهما. كانت الشقراء تقرأ في كتاب، وكان رفيقها يضع سماعتين على أذنيه، كان يستمتع بأنغام موسيقية. ميرسي، قال الشاب المغربي وهو ينظر مبتسما إلى الفرنسي الذي رد بحركة من رأسه. جلس الشاب المغربي ومن حقيبته أخرج علبة السجائر، أخذ واحدة وهم بإشعالها. كان الشاب الفرنسي ينظر جهته، مد يده بالعلبة في اتجاهه، ولكن الفرنسي اعتذر شاكرا. في تلك الأثناء بادره الشاب المغربي بأنه نفسه ينوي الإقلاع عن التدخين، ولكنه لم يفلح حتى الآن. كان ذلك منطلقا لتبادل حديث تطور إلى مواضيع تتعلق بالتقاليد والعادات. وفي النهاية دعا الشاب المغربي ورفيقته الشابين الفرنسيين إلى تناول كأس شاي بالنعناع في مقهى شعبي لا يبعد كثيرا عن الشاطئ. توجه الأربعة إلى المقهى. بعد ذلك اختفى الشابان الفرنسيان. بعد عدة أيام وجد نيكولا بغاسور نفسه تائها في أزقة وساحات الصويرة. لم يكن يدري كيف وصل إلى هناك، ولم يكن يعلم مآل صديقته إليزابيث دولابيل. ضاعت منه كل أوراق هويته. ظل تائها 3 أيام، ثم لما عاد إليه وعيه كاملا قصد إلى القنصلية الفرنسية وحكى قصته. ثم نقل الشاب الفرنسي إلى أجدير،
حيث تم الاستماع الى اقواله في مقر ولاية الامن. تولى المهمة العميد بوبكر الحماش الذي رافق نيكولا الى المقهى الذي تناول فيه الشاي بالنعناع مع رفيقته والشابين المغربيين. كان مقهى شعبيا مكتظا بالزبناء، ولم يتمكن نيكولا من التعرف الى اي شخص قد يعتمد عليه ولو كشاهد يفيد البحث. في مكان ما على البحر حيث لا شيء غير الرمل وهدير الموج، استيقظت اليزابيث. وجدت نفسها عارية من كل لباس، وكان حولها اربعة شبان عراة، وعلى الارض كؤوس وبقايا اكل وقنينات خمر خاوية. احست انها اغتصبت اكثر من مرة. حاولت ان تستكشف المحيط الذي توجد فيه. كان المكان منعزلا. في الجوار سيارة رباعية الدفع وعربة تخييم ربط اليها كلبان شرسان. ايقنت اليزابيث ان لا مجال للهرب. كان البحر غير بعيد. كانت من داخل تلك الخيمة تسمع الامواج التي تنهي رحلتها على رمل الشط، وكانت الكلاب الشرسة هناك متأهبة للانقضاض عليها ان هي حاولت الفرار. لما انتصف النهار نهض الشبان الاربعة يتمطون تباعا. كانت المرة الاولى التي ترى فيها تلك الوجوه. لا وجه منها يعني لها شيئا آخر غير الوضع المأساوي الذي توجد فيه. كان الأربعة يتحدثون العربية. كانت إليزابيث دولابيل التي حضرت إلى المغرب لتعلم اللهجة المغربية كما صديقها نيكولا بغاسور تفهم كل ما يدور حولها من حديث، ولكنها لم تكن تبدي فهمها لما يقال. في لحظة ما ايقنت ان فهمها العربية ربما كان سبيلها الى النجاة. ربما على مدى خمسة ايام تعرضت للاغتصاب من قبل الاربعة الذين كانوا يفتحون قنينات الخمر الواحدة تلو الاخرى ويزاوجون كل ذلك بمخدرات يقومون بحقنها في عروقهم فيزدادون شراسة وهيجانا. كانوا يحرصون على الا تفلت منهم الفريسة ذات العشرين ربيعا. في الليل كانوا يتناوبون على الحراسة كما يتناوبون على اغتصابها. كانت وهي تتابع مسامرات محتجزيها الاربعة تسمع الواحد منهم يقول من حين لاخر انه ذاهب الى المقبرة، وقد استطاعت ان تربط بين ذلك ورغبة الواحد من الاربعة في الذهاب لقضاء الحاجة. وذات مرة سمعتهم يتداولون في امرها، قال احدهم فليكن مآلها كالاخريات. تظاهرت إليزابيث برغبتها في الاختلاء بنفسها لقضاء الحاجة، وتوجهت إلى حيث كانوا يتوجهون، إلى المكان الذي يسمونه مقبرة. كان الظلام قد أسدل ستاره على المكان. لما انحنت إليزابيث بدأت تنبش في الرمل، وما هي إلا بضع سنتيمترات حتى وقع كفها على ما يشبه جمجمة. كانت لا تزال بها بضع خصلات من الشعر. ايقنت اليزابيث انها اذا لم تتمكن من الفرار فسيكون مآلها كمآل تلك التي سبقتها. صارت موقنة الان انها في قبضة مجرمين على استعداد للمضي الى ابعد الحدود. كانت الشقراء منهكة القوى بفعل ما تعرضت له خلال تلك الايام والليالي. قررت ان تضع خطة للفرار. كان قرب الخيمة فراش مائي، ذاك الذي يسترخي فوقه المصطافون وهم في الماء. بدأت ليلة اخرى من ليالي العذاب. مرة اخرى اغتصبت، وقد حرصت على ان تبدي مسايرة مغتصبيها في نزواتهم. ولما لعبت الخمرة والمخدرات بهم نام ثلاثة وبقي رابع يتولى الحراسة، وقد حرصت على التحرش به. ولما انهكته وايقنت انه نام تسللت من الخيمة، سحبت الفراش المائي واسرعت الى البحر. كانت تجيد السباحة، ولذلك سرعان ما ركبت الماء وابتعدت عن الشاطئ. كان صعبا عليها ان تحدد وجهتها، ولكنها ما لبثت ان احست بوجود قارب في الجوار. جذفت بيديها وتوجهت نحوه وهي تستغيث. دنا منها القارب. كان على متنه رجلان، احدهما في الخمسين او الستين، بينما كان الثاني في العشرينيات. ساعداها على الصعود الى القارب.
كانت خائرة القوى منهكة. لما استرجعت أنفاسها أخبرها الرجل الخمسيني أنه يمارس مع ابنه هواية الصيد. لما سألته عن المكان الذي يوجدون به رد بأنه الآن قبالة شاطئ أجدير. طلبت منه أن ينزلها على الشاطئ بعدما أخبرته بقصتها. لما وطئت قدماها اليابسة بدأت مرحلة جديدة في محنة إليزابيث دولابيل. قادها الصيادان إلى مركز الشرطة في الشاطئ. هناك طلبت نقلها إلى مقر ولاية الأمن. قبل أن تصل مقر الولاية كان خبر ظهور إليزابيث دولابيل قد بلغ والي الأمن، ولذلك أقل من نصف ساعة بعد وصولها إلى مقر الولاية كان الوالي في استقبالها محاطا بعدد من العمداء. حكت الذي تعرضت له خلال تلك الأيام التي قضتها محتجزة من قبل أفراد تلك العصابة. لم تستطع أن تحدد المكان، ولكنها قالت إنها على استعداد لمرافقة رجال الشرطة إلى هناك، إذ سيكون من السهل عليها أن تتعرف على المكان. لم تكن حالتها تسمح باستجوابها والخوض معها في تفاصيل الذي حدث، وقد تم نقلها إلى المستشفى حيث أجريت لها فحوص طبية. مكثت في المستشفى حتى حدود منتصف النهار. تم إبلاغ الوالي بكل المستجدات، فقد كان موضوع اختفاء أولئك الأجانب يقلق كل المسؤولين. في حدود الواحدة زوالا كان مقر الولاية يشهد اجتماعا موسعا شارك فيه والي الأمن والوكيل العام للملك وقائد الدرك الملكي بأجدير. تم إحضار إليزابيث إلى مقر الولاية. في قاعة الاجتماعات قصت بصيغة أكثر تفصيلا هذه المرة كل الذي جرى. كانت في روايتها ثغرة كبيرة تبدأ من اللحظات التي تلت تناول الشاي بالنعناع رفقة صديقها دوني لوبغاسور والشابين المغربيين، وتنتهي لحظة استيقظت لتتبين أنها اغتصبت أكثر من مرة من قبل الأربعة الذين كانوا يحتجزونها في ذلك الشاطئ المعزول. بين تناول الشاي واستعادة الوعي الكامل فترة قد تكون استغرقت أكثر من 3 أيام. كان صديقها دوني قد استعاد الوعي ليجد نفسه تائها في الصويرة، وقد ضاعت منه كل أوراق هويته. لم يكن يذكر ما بعد كأس الشاي بالنعناع الذي تناوله في ذاك المقهى الشعبي، وكذلك لا تذكر إليزابيث ما بعد كأس الشاي. خلص الاجتماع الذي انعقد بمقر ولاية أجدير إلى أن الأمر يتطلب تسخير كل الوسائل للقبض على الجنى، ولذلك أمر قائد الدرك بتجهيز طائرة مروحية تنقل إليزابيث على متنها علها تهتدي إلى المكان الذي كانت محتجزة به. بعد ساعة وكان الوقت عصرا أقلعت الطائرة المروحية وحلقت فوق الشاطئ. كان على متنها عدد من رجال الدرك. كانت إليزابيث شبه موقنة بأن المكان الذي كانت محتجزة به يقع إلى الجنوب من أجدير. بعد 20 دقيقة من التحليق أشارت إليزابيث إلى الأسفل. كانت هناك سيارة رباعية الدفع تجر عربة تخييم تتحرك على الرمل. إنها سيارتهم، قالت الفرنسية الشابة، إنها سيارتهم. توجهت المروحية نحو تلك السيارة. صدر الأمر إلى السائق بالتوقف، ولكنه لم يمتثل، ولذلك اضطر رجال الدرك إلى إطلاق النار على سبيل التحذير. إذ ذاك فقط توقفت السيارة، لم تكن قد ابتعدت كثيرا عن المكان حيث كانت إليزابيث محتجزة. على بعد بضعة أمتار وسط زوبعة من الرمال حطت الطائرة المروحية، ونزل منها مسرعين رجال الدرك. أحاطوا بالسيارة رباعية الدفع وطلبوا من ركابها الأربعة النزول، ولكنهم بدل الامتثال أطلقوا الكلبين الشرسين اللذين كانا معهم. هاجم الكلبان رجال الدرك ولكنهما لم يصلا، إذ أردتهما بضع طلقات جثتين هامدتين. لم يعد من مهرب أمام الأربعة الذين كانوا على متن السيارة. استسلموا. في تلك اللحظة وصلت إلى المكان عدة سيارات تابعة للشرطة. بعد أن تم تصفيدهم قادت إليزابيث رجال الدرك والشرطة إلى المكان الذي كانت تعسكر به تلك العصابة. قادتهم إلى المقبرة. دون إبطاء بدأت أعمال الحفر.
تم استخراج 4 جثث تبين لاحقا أنها كلها لنساء ذهبن ضحية تلك العصابة. نقلت الجثث إلى المستودع البلدي للأموات، ثم تم تحديد هويات أفراد العصابة. عادل الطارق 24 عاما يسكن وجدة، عندما اعتقل كان في متاعه مسحوق أبيض يشبه الكوكايين وأكثر من 50 جرعة من الهيروين وكمية من الشيرة و5000 أورو نقدا و3 هواتف محمولة. الثاني اسمه فؤاد النمس 30 عاما يسكن طنجة، كان يحمل معه 300 جرام من الشيرة و7000 أورو نقدا. الثالث اسمه القادوسي مصطفى في 27 من العمر من فاس، كانت معه 300 حبة من المخدر المعروف بالقرقوبي و4500 أورو و3 هواتف نقالة. الرابع ويبدو أنه زعيم العصابة واسمه ناصر بلطيف في 35 من العمر، وقد ضبطت معه 4 هواتف نقالة و8500 أورو و30,000 درهم فضلا عن كمية من مخدر الشيرة. اقتيد الأربعة إلى مقر ولاية الأمن في أكادير، حيث بدأ استنطاقهم بحضور ممثل عن الدرك الملكي وإدارة مراقبة التراب الوطني. اعترف زعيم العصابة ناصر بلطيف أنه تعود منذ سنة على القدوم إلى أكادير للتزود بمخدر الكوكايين الذي يأتي به عبر موريتانيا مواطن مالي. قال إن الدفع يتم بالأورو. اعترف بلطيف بأن مكان التسليم والدفع يتم تحديده من قبل المالي، وغالبا ما يكون بعيدا عن المدينة. قال بلطيف إن انتظار وصول تاجر الكوكايين يستغرق عادة 2 أو 3. كان بلطيف يتولى التنسيق بين المهرب المالي وباقي المروجين عادل الطارق الوجدي وفؤاد النمس الطنجاوي والقادوسي مصطفى الفاسي. خلال أيام انتظار وصول الكوكايين كان الأربعة يقضون أوقاتهم في اللهو وشرب الخمر. يحكي زعيم الأربعة في أقواله أنه في المرة الأولى التي جاء فيها إلى أكادير لينتظر وصول الكوكايين التقى شابا من المدينة كان عارفا بأوكار اللهو والمجون، طلب منه أن يوصله بفتاة لقضاء بعض الوقت، وقال له إنه يفضلها أوروبية، ولكن الشاب فاجأه بأن عرض عليه أن يبيعه امرأة أوروبية. قال إنه قادر على أن يأتيه بها مخدرة لا تعلم مكان وجودها ولا الوجهة التي تساق إليها. كان عرضا غريبا. صرح بلطيف بأنه أراد أن يجرب، فتواعد مع ذلك الشاب على اللقاء على طريق أونزي. لما حضر يقول بلطيف كانت في سيارته فتاة جميلة نقلها بسهولة إلى سيارته حيث كان رفاقه الثلاثة في الانتظار. ظلوا يغتصبونها فرادى وجماعة، ولما جاء المهرب المالي بالبضاعة وهم بالارتحال كل إلى وجهته، اكتشفوا أن الفتاة سجلت في دفتر ذكرياتها رقم تسجيل السيارة، فتخلصوا منها بقتلها. كانت ضحيتهم الأولى. استمرت العلاقة بذلك الشاب الذي يأتيهم بالأوروبيات بعد أن يخدرهن. بين ربيع وخريف العام 2007 قتلت عصابة الأربعة 4 شابات من الأوروبيات، وكان لغز اختفائهن محيرا. بعد تعميق البحث مع باقي أفراد العصابة تكشفت صلات لهم بمهربين دوليين للمخدرات، كشفتهم الأرقام التي كانت مسجلة في الهواتف النقالة التي تمت مصادرتها، كما أثبتت اعترافاتهم تورطهم في جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل. تم نصب كمين لبائع الأجنبيات. أجبر المحققون ناصر بلطيف زعيم العصابة على الاتصال به ومطالبته بإحضار فتاة أخرى بدعوى أن تلك التي أحضرها في المرة الأخيرة تمكنت من الفرار. كانت الشرطة في الموعد. تم القبض على المدعو عامر أبو إلياس وهو يحمل في سيارته شابة في حالة تخدير. اعترف بأنه كان يقوم بكل ما قام به بمساعدة عشيقته المدعوة ثريا العمار. أقر بأنه كان يستدرج ضحاياه إلى ذلك المقهى الشعبي يدعوهم إلى كأس شاي بالنعناع، وكان في غفلة منهم يدس في كؤوسهم مخدرا قوي المفعول. أحصى الباحثون 15 ضحية.
وضعت الهواتف التي تمت مصادرتها تحت المراقبة. بعد بضعة أيام وبينما كان بولطيف ورفاقه في السجن، رن أحد هواتفه. كان معه في الزنزانة مفتش أمن. رد بولطيف على المكالمة. في الجانب الآخر كان المهرب المالي يخبر بوصوله. حدد له بولطيف موعدا، وكان موعدا آخر لم تخلفه الشرطة التي ألقت القبض على المالي وهو في حالة تلبس. تم توسيع دائرة البحث إلى المدن التي ينحدر منها الأربعة، وتشعبت التحريات واتسع نطاقها إلى بلدان أوروبية لتكشف شبكة تهريب دولية متخصصة في تهريب وترويج كل أصناف المخدرات. وحيل المعتقلون على العدالة لتقول فيهم كلمتها وتبت في كل واحدة من القضايا التي تورطوا فيها، بينما سجلت الدوائر الأمنية ارتياحها للنجاح الذي حققته وتخليصها البلاد من أولئك المجرمين.